عليكم. اليوم درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط. موضوعنا اليوم سجشن الاقتراح. هذا موضوعي عندي يتكون من فقرتين. الفقرة الأولى هي عمل الاقتراح واعتمد على أدوات الاقتراح، والفقرة الثانية هي الموافقة على الاقتراح، طريقة accept suggest الموافقة على الاقتراح. أجي أنتبه كيفية عمل الاقتراح. هناك ثلاثة قواعد لعمل الاقتراح. القاعدة الأولى why not، لما لا، بعدها لازم يأتي فعل مجرد، نايبين ثلاث نقاط يعني اقتراحك تكمل الجملة بها وتنتهي بعلامة استفهام. الأداة الثانية let us، بعدها يتبع فعل مجرد، النقاط أيضا بين لك إياها يعني تسوي اقتراحك أو تكمل الجملة بها وتنتهي بنقطة. How about تتبع بفعل، يجب أن يتبع بفعل ينتهي بـ ing، لأن بعد how about لازم اختار فعل ing. وهنا النقاط هي اقتراحك تكمل الجملة وتنتهي باستفهام. إذا الأداة الأولى والأخيرة استفهاميات تنتهي باستفهام، عدا let us تنتهي بنقطة. بس احنا عرفنا ثلاث أدوات للاقتراح. أجي الصيغة شلون تجيني بالأمثلة الوزارية. عندي المثال الأول تجي على شكل اختيارات. How about from to the mall؟ ينطيني اختيارات go to go going. أجي انتبه للأداة how about، قلت بالقاعدة how about لازم الفعل اللي بعدها شنو يحوي على ing، فالاختيار الصحيح حيكون going. نجي للمثال الثاني let us go going home to the mall، نفس الجملة لكن غيرت لك الأداة بها. Let us عندي بالقاعدة لازم بعدها فعل مجرد، إلى هاي تنتهي بآي إن جي. زين هاي ما بها إضافة وهاي ما بها إضافة، لكن إذا انتبه هنا يا جون هو تصريف ثالث للفعل go، إذا يعتبر ماضي. إذا اختار go هو المجرد اللي خالي أي إضافة. هاي إذا جيت بطريقة الاختيارات، طريقة بسيطة بس تحفظ القاعدة شنو اللي بعدها. أكو صيغة أخرى مختلفة وهي أكثر شيء ثالث بالوزارة، يضيف make suggestion. شنو make suggestion؟ يعني أعمل اقتراح، أعمل اقتراح to your brother لأخيك about حول where to spend the holiday، أين يقضي عطلته. نعطيني use how about، حدد لي القاعدة يعني لازم أختار how about. نعطيني اقتراح، ما نعطيني، هو يقول لك اعمل اقتراح لأخيك أين يقضي عطلة. أول شيء أنزل الأداة أو about، بعدها لازم فعل يحوي على ing، فأنت دائما اكتب how about going. going نكمل وين يقضي العطلة؟ to the cinema. هاي من عندك، أين يقضي العطلة؟ to the cinema. بإمكانك أن تغير السينما تقول له to the mall، بالمول، to the zoo إلى حديقة الحيوانات، to the theater إلى المسرح. إذا هاي حسب اقتراحك أنت. أكو صيغة أخرى بالوزارة أبسط، يعطيني هو الاقتراح ويقول لك أنت بكيفك تختار أي أداة. مثلا 2018 نطاهم make suggestion، أعمل اقتراح to your little brother لأخيك الصغير who has a toothache، يعاني من تسوس أسنان. toothache use استخدم، see the dentist يجب رؤية طبيب الأسنان. إذا نعطيه الاقتراح قال هو يعاني من وجع في أسنانه وأريدك تستخدم اقتراحك، هو نعطيك يا جاهز، هو see the dentist يرى طبيب الأسنان. حدد لي أداة، ما حدد لي. في حال ابنك محدد لك أداة أنت بإمكانك تختار أي واحدة من ذلك. هنا شو اختارت لك؟ اختارت لك let us. let us بعدها لازم فعل مجرد، انت تنطي go to والاقتراح المعطى see the dentist، دعنا نرى طبيب الاسنان. زين متى تستخدم let us؟ تقدر تستخدم why not. why not ايضا اضع go to see the dentist. ما تريد تستخدم why not استخدم how about. من استخدم how about لازم اللي وراها شنو هو going to. زين انا سويتها go ليش؟ لانه بعد how about ing going to the see the dentist. اذا في حال ما يحدد لي اداه بامكانك ان تحل اي من الادوات الثلاثه. لكن اركز الى المثال الاخير، نعطيني اياه let us play football.
دعنا نلعب كرة قدم. ناي هو نعطيني اقتراح، لكن إذا ألاحظ إيش نعطيني accept suggest. شنو معنى accept؟ بنزول هنا أنا لحد الآن من شرحي شرحت فقط لعمل الاقتراح. كلمة accept suggest هو قبول الاقتراح، اقبل الاقتراح، نعطيك اقتراح ويقول لك تقبله. وإذا نطاك agree or agreement وافق على الاقتراح أيضا نفس الحال. كلمة accept or agree agreement نفس الشيء، هي الموافقة على الاقتراح. ألاحظ المقترح يبدأ بأي أداة على أساسها أوافق. هنا إذا بدأ ب why not أنت لازم توافق تقول yes why not، فقط تضع yes وتنزل أداة why not. أما إذا بدأ الاقتراح ب let us فأنت لازم تكتب yes نعم let us، وتركز لي هنا على الفارزة اللي بعد ال yes واللي تنتهي ورا الأداة نقطة يجب كتابتها. أما إذا بدأ اقتراح نعطيني إياها وأباوت وقال لي أنت توافق عليه راح أقول yes I would love to، أنا أحب ذلك. هنا يلاحظ شنو اللي نطاني، نطاني let us play football دعنا نلعب كرة قدم. نعطيني accept suggestion عفوا يعني اقبل او وافق على الاقتراح، الاداة بما بدأت ب let us فلازم اكتب yes let us. اذا موضوع الاقتراح يتكون من اثنين، يا اما ينطيني قبول الاقتراح او عمل الاقتراح. شلون افرق بيناتهم؟ افرق اذا بدأت الجملة ب make suggestion هذا معناته اعمل اقتراح، اما اذا بدأت هي الجملة باحد ادوات الاقتراح ركز يكتب لك بنهاية الجملة بين قوسين accept مثل المثال الاخير الموجود عندك يعني وافق. في حال طلب موافقة لازم اني اقبل او اوافق على الاقتراح. الaccept suggestion يا اما تجيني بنهاية الجملة بين قوسين او هي تبدي الجملة يقول لك accept suggestion وافق على الاقتراح وينطيني جملة مبدوءة باحد ادوات الاقتراح. موضوع سهل وبسيط، أتمنى لكم الموفقة.